وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بنت البدري حبابك يا حبابك يا راكزة، هلا بيك والله. حبابك حبابكم أخونا سامي، حبابك والله، هلا بيكم جميعا. أخونا محمد بشير حبابك، يحيى حبابك، اللمين حبابك والله، هلال حبابك، سامر هلا بيك والله، صلاح هلا بيكم يا اخواننا جميعا. هوليود عديل كده هلا بيك، عمر صابون هلا بيك، عبد الرحمن علي هلا بيك، بنت البدري حبابك والله، النور نورك يا غالية، هلال حبابك والله، علي صالح الجعلي متابعينك من لوسك حبابك والله يا غالي. تعليقك فات فوق، ما تميت باقي الكلام. سخانة كرهتنا يا أخ، سخانة كرهتنا حياتنا، ده شغلة عجيبة. الناس الجد سريع سريع يا اخوانا، الشير البس ده وتأمن البس، تأمين البس أهم حاجة، أمن البس، لايك وشير وملصقات قلوب وشير وملصقات. أمن البس، أمن البس عشان نقدر نحافظ عليه، أمن البس عشان نقدر نوصل صوتنا، دي مهمتك أنت كداعم للقشم. مجرد ما دخلت الصفحة دي ولقيت لايف شغال أو لقيت أي بوست، الواجب عليك إنك تشير بس، شير 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 شير. حبابك والله. اخونا ناصر وليد احمد المكاشفي هلا بيك، ود البشرى حبابك، سالم محمد، سالم محمد سليم هلا بيك، ما فرقت، كمال هلا بيك يا راكز حبابك والله، عزيز هلا بيك والله، هلا بيكم جميعا. الناس الموجودين ده اخواننا اللي ذكرناه والما ذكرناه مرحبا بكم كلهم. ابو احمد ود الخريفه هلا بيك والله يا غالي، هلا. شير لو عمل ألف ادونا خبر عشان نبدأ نخش بالتفاصيل. في موضوع جميل ذكرناه هنا في الصفحة، قلنا أي زول يمشي أي مركز خدم يتابع للشرطة، اتعرضت لأي محاولة بتاعت ابتزاز أو دفعت عشان إجراءك يمشي، ما عليك إلا تدخل بس تدينا التفاصيل، الرقم بتاع الحساب بتاع العسكري أو الضابط، دايما الشغل ده بتموه العساكر التحت، والضابط بلقاه جاهزة يعني. الكلام ده نحن ما بننكره، انه في ضباط مرتشين حقيقة يعني، في ضباط حتى الواحد احيانا بيجيبوه بكون ماشي دغري، لكن بيحاولوا ياكلوا الرشوة بفوق، يا دفعوا له قروش الكهرباء، يا دفعوا له قروش الايجار، يا دفعوا له قروش قروش الاولاد بتاعت المدرسة الخاصة، مرتبة ما بغطي، المهم بيدخلوا في الشغلة بيجيبوها له بفوق لحد ما ببقى شغال معاهم ابو القاسم يعني. كتار يا اخي، انا مره من المرات كان اتكلمت عن موضوع كده، الجماعه في النقطه جابوا لهم جابوا لهم ضابط والله قلب النقطة فوق وتحت أو قلب كل النقاط، بقى ما بيقبل أي توزيعات يوزعها المساعد. ما بيقبل أي توزيعات يوزعها المساعد، بوزع هو بنفسه. عمك ده عشان الجماعة يجيبوه في الجك كويس ودوغوه، مال السحت ده جابوا له عربية عديل والله طق خدتوها له كده، عربية ماشية. قال لا عمك دي تشغلها بس، تشغلها تلقط بها مصاريفك وسفري كمان. عمك برد، فالضباط دايما بياكلوها من فوق ما بياكلوها من تحت. ما في ضابط تيجي انت كده بقول لك اسمع اديني، لا 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 على الاطلاق ما في كلام زي ده. الضابط ده بس لك فين هو اشكلب، واطلع برا يا زول هوي. انت كلامك ده كلام شنو يا زول؟ ده كلام فارغ منك، مع انه هو عارف الشبكة اللي بتكون شغالة سمينا السمسار لحد الزول اللي بيمشي الشغل جوا وبعدين بيستلم. حتى بتاع الشرطة الأمنية ذاته أصلا مفروض يشتغل وده شغله وهو جايبينه عشان مسؤول من الشرطة ودور رقابي وذاته بياكل. أغلبية بتاع الشرطة الأمنية ديل كانوا مرتشين. أنا مرة دورت من الشرطة الأمنية ديل يمكن فضحت منهم 25 فرد فيهم صولات، 25 فرد فيهم صولات. صول كان بتاع عناي بتاع قسم اللفة ذاك الملحوق في قسم اللفة، الباكلة من العساكر وباكلة من التجار وشغال في ذاك برضه كان تذكر الفاضل. ما أعرف الزول ده الآن بقى شغال شنو، لكن ده أكيد الزول ده لأنه قلبه ضعيف أو ضعيفه. المهم الشرطة الأمنية ذاتهم بياكلوا يعني ده الصاروخ. في ناس ما بيعرفوا الصاروخ ده شغل الشمال. يعني مثلا تيجي انت داير رخصه تطلع رخصه، بدل ما يقول لك يا اخي والله العظيم امشي اعمل لنا فحص طبي وسوق له وجرى لنا الشارع وخلفي وعلامات وما عارف شنو، لا 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 بتمشي للسمسار. السمسار ده بيتصل على الجماعه الجوب بيقول لهم يا اخي والله عندي زولي كده 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 كده، بقول لها زول الشغله دي كده. انا في الضابط باكل، في بتاع الشرطه الامنيه باكل، بتاع الشرطه الامنيه لانه قبل ما اكلوا صاروخ مبقوم وفيها. المهم بتدفع التكلفة دي بسموها صاروخ. كذلك الترخيص، تلقى لك في مهندس كده بتاع فحصها يقعد يجرجرك امشي غير لنا ذاك وامشي غير لنا ذاك والبوهية وما عارف شنو القزاز وما عاجبني وهناي، انت بتقوم تدفع ده برضه بقول عليه صاروخ. كذلك الجوازات، يعني الجوازات ناس تجديد الجوازات وما عارف زيادة العمر وما عارف شنو شهادة الميلاد، لأنهم يطلعوا لأجانب هذا زي الشبكات اللي كان جبناها دي. فالبلد وسخانة. الخلاصة أي مركز خدمي في بور السودان، في شندي، في مروي، في القضارف، في المهم أي منطقة تحت سيطرة الجيش فيها إجراءات بتتعامل مشيت داير تعمل إجراء أو بتاع مرور، المهم بس شفت عليك انك تتواصل معانا تجيب لنا التفاصيل بتاعته ورقم الحساب اللي حولت له فوقه، اسمه والصور دي نحن بنزلك منها بنجيبها نحن بطريقتنا. بس ده المطلوب منك، اول حاجه نشهر به، نخلي الدنيا دي كلها تعرف. تعال خلي ابوه يعرف انه حرامي، خاله يعرف انه حرامي، جاره يعرف انه حرامي، نسيبه يعرف انه حرامي، مرته تعرف انه حرامي، اولاده يعرف انه حرامي، تبقى له ذكرى زي ما ناس كتار كان بيتبكوا فضحتنا وسويت لنا وعملت لنا. المهم ما ترفع يا اخوانا، المرتشين ديل اسوأ من الجنجة، ديل تضيعوا البلد ذات. البلد دي وجيعة كتير، غير المرتشين ديل نحن والله يا اخوانا صراحة كده ما عندنا وطنية، ولا عندنا احساس بالمسؤولية. حس الاخر الحسم شنو؟ الاخر الحسم سهل مهمة الميليشيا في انها تتغلغل او تتوقل. ده شنو؟ ما هم الخونه، واحد تلقاه لابس كاك الجيش وشغال معاه، لابس كاك الشرطه وشغال معاه، تلقاه قاعد في الحي وتلقاه مواطن سوداني للاسف تلقاه برضه شغال معاه مقدم لهم خدمات. فكيف الشغاله دي موجود؟ نحن في الاساس ما عندنا وطنيه، اقسم بالله العظيم بلد دي ما خربوها الا اولادها، والله ما خربوها الا اولادها، ضيعوها الا اولادها. لكن بدا والله ينجم تحكموها رغم التآمر ورغم الخونه ورغم ضعاف النفوذ زل، والله تتبلوا لمن تقولوا ما دايرين. طيب الناس الشير يا اخواننا، الشير عمل كم الان؟ الناس تشير على قدر ما تقدر، الشير ده عمل اللي فلما عمل عشان نخش في الموضوع بتاع البرهان والشي الحاصل، وشايف القحاطة فرحتهم ما تمت يعني رغم انهم حاولوا هنا يعني. شير ده بعيد دي 500 دي 500 شير، معقولة 3000 ل 2500 في اللايف و500 شير. الناس شير يعني. الناس شير شير شير. ده موضوع عجيب ده، ده موضوع عجيب ده، ده موضوع عجيب. والله شوف يا جنجان، احنا بتخوفنا مسيرات ولا بتخوفنا منظومات ولا ولا ولا. الأيام دي شايفهم قاعدين تعرضوا في منظومات كده وشابكين الناس زي الشيل برعب الكيزان. قال لك منو كيزان؟ انتوا قاعدين تلعبوا في المواطنين يا سيد، انتوا قاعدين تلعبوا في المواطنين يا جنجة، ما قاعدين تلعبوا في الكيزان، ما قاعدين تلعبوا في الكيزان، انتوا قاعدين تلعبوا في المواطنين وقاعدين تهجروا في المواطنين ومستهدفين المواطن استهداف مباشر عشان ما تجي تشبكونا ما عارف كيزان وما كيزان. يعني انت عامل لك منظومه وبتدون شغاله بتدون من سوبه، بتدون داخل الاحياء السكنيه، تيجي تقول لنا قال والله العظيم يا اخي نحن الشغل ده مرعب الكيزان ومخاوف الكيزان. لا لا، انت شغلك ده استهداف للمواطنين واستهداف مباشر للمواطنين. عشان كده يا اخواننا احنا دايما بنقول شنو؟ بنقول انه الجيش عمل عليه وزياده. الجيش عمل عليه وزيادة، والله العظيم ده تآمر. الجيش اتكالبت عليه دول عديدة، الجيش اتكالبت عليه دول عديدة بأموالها، بتجنيدها للمرتزقة، باستخدام الأدوات ديل ذاتهم. الجنجل كانوا جزء من الجيش، والحرب دي ما حرب ساي ولا حرب سهلة ولا كلام، دي حرب مدن. انتوا عارفين القوات دي عندها كثافة النيران، كثافة النيران دي أخطر حاجة، وشغل ده شغل بتاع قتال شوارع وحرب مدن. دايما بقول لك حرب المدن مقبرة الجيوش، حاجة صعبة حتى لو جيش متقدم ذاته وجاهز وكامل ومكتمل. قوة زي دي وداخل المدن صعب، صعب التعامل معه وصعب حسمه وصعب حسمه. والمهمه دي والله ما نجح فيها الا الجيش السوداني. انا بالنسبه لي الميليشيا دي كدعم سريع قوه اساسيه انجغمت واتاكلت. والدليل على كده الفزع بتاعهم وتجنيدهم لمن هب ودب وجلبهم للمرتزقه، وجلبهم للمرتزقه من كل الدول دي. جاوا من تشاد، جاوا من النيجر، جاوا من مالي، جاوا من اسمه شنو، جابوا من ليبيا، جابوا من اثيوبيا، جابوا من كل الدول دي، جابوا منها مرتزقه، جابوا من جنوب السودان مرتزقه. قوتهم الاولى وين؟ الناس ديل كان دخلوا بكم وكانوا كم داخل العاصمه. متذكر الكلام ده؟ متذكر؟ الجيش الميت كده قتل من الناس ديل قرابه ال 250,000، قتل من الناس دي قرابة ال 250,000 بالنسبة لقوات أساسية، بالنسبة للفزع، بالنسبة للقشاشنجية، الفكون من السجون و و و وكل ضعف النفوس اللي انضموا لهم دي. فالجيش اشتغل شغل كرف في الميليشيا دي، وأكبر دليل على ذلك قيادات اللي بقوا يتنططوا من دولة لدولة وبقوا مجهولين وما معروفين. هسه انت عارف لك قائد كده، قائد الميليشيا دي، الميليشيا دي مدوره كده بتمشي بتوجيهاته. حميدتي المرق برا ده نحن ما مقتنعين به صراحة. انا عارف انه حميدتي ده صعب، لكن الحايم برا ده والله العظيم ما هو ده، ما هو عبد الرحيم ده. قالوا الان وين؟ كان مصاب، الان ما عرفنا بعد الاصابة دي حصل عليه شنو. وين ناس عثمان عمليات وعصام الدين في ظل بقية القيادات وين؟ هسه الليلة عندك البرهان ظهر وحضر التخريج وشاف ضباط الجيش بكامل زيهم العسكري، دولة عديل دولة عديل وتخريج ودنيا وعالم. اتحداه ويقدر يعمل كده، اتحداه ويقدر يعمل كده حميدتي ولا اي واحد منهم. اتحداه ما في مليشة دي ما تدوها اكبر من حجمها، ما تدوها اكبر من حجمها. والمعركة دي معركتنا نحن كشعب في المقام الاول، معركتنا نحن كشعب في المقام الاول. الجيش ده عمل العلو، كم دولة بقاتل فيهم الجيش يا زلمة. الصمود الصمود الجيش ده ما في جيش في العالم صمود. شئت ام ابيت، شئت ام ابيت، والله انك ان تكون قحاطي ولا جنجاوي اقسم بالله. لكن لو ده تنكر التضحيات اللي قدمها الجيش في الحرب دي اقسم بالله العظيم راجع سودانيتك وما اظن ذاتك تكون معقولة؟ معقولة؟ فيا اخوانا جيشنا نحن والله العظيم وراه في كل الظروف، وراه في كل الظروف، والمؤامرة مؤامرة كبيرة. الناس اللي شابكيننا قاعدين برا وين الجيش؟ والجيش ليه ما عارف كم؟ والجيش ليه ما دار احسن؟ ما لقيتها، ما لقيت احسن، ما لقيتها صغير ما بتقدر ما تقدر تحسن مالك. الجيش ده خلاص الفيه كملت، يلا تعال ورينا ثباتك انت، تعال ورينا انت مالك ما بتقدر. شابكيننا وين الجيش وين الجيش والجيش بحارب لك في كم دولة تقول وين الجيش؟ فلسفة منك بس. والبند حيستمر، ما في حاجة اسمها والله العظيم كفانة والمسيرات والمنظومات اقسم بالله العظيم. شفتها مهما حصل ما بنتراجع عن بل المليشة دي ونهايتها وزوالها ودحرها ودحرها. والمعركة دي معركة شعب أول حاجة، واجب عليك أنت شفتها بالغ عاقل ده واجب عليك انك تيجي تشيل سلاح تقاتل، ما تقعد تسال وين الجيش والله نحن فترنا. انا اتحير لما القى راجل يقعد يشبك لك والله نحن فترنا ولمتين وجيش. يا زول الجيش ده المؤامره عليه كبيره، قول لك عديل الجيش ده محتاجك انت ذاته، تعال قاتل لانه المستهدف انت، العربيه اللي قالوها عربيتك انت، العرض اللي انتهكوه عرضك انت، البيت اللي احتلوه ده بيتك انت. فشنو جاي شابكنا والله العظيم الجيش وين؟ والله نحن ما عارف لمتين. لا لا لا، الجيش ده هو عمل عليه وزياده كتر الله خيرهم والله العظيم جميلهم ده على العين وعلى الراس. جا دورك انت كمواطن سوداني، جا دورك عشان ما تقعد تتفلسف علينا كل مره تقعد تسمع لنا كلام القحاطه. القحاطه ده ما محسوبين اساسا، ما محسوبين اساسا يا سيد، ما محسوبين. فالموضوع ده حيستمر حيستمر عشان ما تقدر تشبكنا والله العظيم الشغله دي ولمتين ليوم القيامه ذات. اها ليوم القيامه الموضوع ده حيستمر كده، لكن عليه القسم ما نقعد مع الجنجة ديل وما نتفق معاهم. والباب اللي فتحته ده اقسم بالله يا جنجة دخلتوا نفسكم في فتيل ما بتعرفوا تمرقوا منه وين. شابكننا لابس كواكب في الميدان تفاوض، القحاط الراس لاف في العشبان في سلطة تفاوض. شنو تفاوض مع ابنه؟ تفاوض مع ابنه يا زلمة، تفاوض مع ابنه، تفاوض مع جانب انت راسك ده وين؟ تفاوض عشان شنو يعني؟ عشان تاني يجي يذلونا ويهينونا وتاني يقدروك. تفاوض ده مع حرب مؤجلة، تفاوض ده مع الناس ده يرتبوا امورهم. انت قاعد تفاوض ده عشان حبابك ولا عشان عيونك انت ولا عشان النازل ده استقرار؟ النازل ما بيعرفوا يستقروا، النازل دوام الوحيد الجغم، دوام الوحيد الجغم. وجيشنا ده وبالاضافه للشرفاء وبالاضافه للوطنيين وبالاضافه للرجال، رجال الرجال مش الرجال السايق، الناس اللي بيقعدوا وين الجيش لا لا هسه في مصنفين ده بالنسبه لنا نحن كملوا الرجال عديل الان منخرطين مع الجيش وقاعدين يقاتلوا مع الجيش. تفاوض مع الميليشيا دي لا، تفاوض اي زول مشى قاعد مع الميليشيا دي وحاول يتفاوض معه ده بالنسبه لنا عدو. كان البرهان، كان كباشي، كان ابراهيم جابر، كان لو اقترحته مجرد اقتراح انك تمشي تقعد مع الناس زل وتتنازل عن شروطك. وانا دائما بقول لك شروط جده يعني استسلام الميليشيا من غير ما افسر لك. شروط جده يعني استسلام الميليشيا، الميليشيا دي لو نفذت شروط جده ثاني ما في حاجه اسمها ميليشيا. شلت منك السلاح الثقيل، حصدتك وجبتك في محل معين، فككتك وطلعت منك الاجانب وقدمت منك الاجرم وللعداله، ثاني حتعمل شنو؟ خطرك ثاني حيكون شنو يعني؟ شروط جده يعني استسلام الميليشيا. لكن خلاف ذلك ومنبر جديد وتفاوض جديد وبشروط جديده بتاعت ماليشيا، اقسم بالله العظيم شفت الشغله دي تتواصل كده بس. الحق ده شفته يكون متواصل كده بس، كل المحاور دي تغلي. الدار يصرخ يصرخ، القحاط الدار يصرخ يصرخ، الدار الدردق الدردق، الما داير يصبر. يا اخي انت قاعد واحد يجي يقول لك والله العظيم نحن ما عارف هاي نزحنا، يا اخي هاي نعم نزحته وجعته وتعبته واي حاجه، لكن كرامتك وين؟ كرامتك وين؟ الحرب دي والله كان هسه كان بعدين، الحرب دي مستهدفاك مستهدفاك. الشغل ده احتلال عديل، الشغل ده احتلال عديل. القوة دي الليلة لو كان البيقاتلوا فيها ديل ماليشيا دي، لو كان البيقاتلوا في الصوفة ديل سودانيين كلهم كده، كان ما عندنا مانع والله، بنسعى لانه نشوف حل ونحقن الدماء. لكن الليلة لا يمكن زول يجيك من بلد ويرفع فيديوهات ويتكلم كمان بلغته، وتجي انت دارين تفاوض، تفاوض مع منو يا رخيص؟ تفاوض مع منو؟ شابكين الناس بتقولوا بل بل، بنقول بل 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 ليوم القيامة ذاته، ها رأيك شنو؟ بنقول بل 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 لحد يوم القيامة، ها رأيك شنو؟ داير شنو؟ نوقف بل يوم نوقفه يومين وحنزيد فيها، وأي زول في التعليقات هنا يكتب لنا بل بس. أي زول في التعليقات هنا يكتب لنا بل بس، ضد أي سلام مع الميليشيا دي. على الاطلاق. مع الميليشيا دي ما دارين سلام ولا دارين نقعد ولا دارين اتفاق ولا بيلمنا مع اي حاجه. احنا شرق وهم غرب. ولا بنعترف بهم. ولا بنعرفهم، ده لو عجبك، ما عجبك دق راسك في السماء. اقع البحر، ما عندنا لا اي حاجه. طيب ندخل في الموقف بتاعنا العمليات، قبل ما ندخل في الموقف العملياتي في محاوله يائسه بائسه خجوله، وكالعادة قال لك ما بتلحقوا جدعوا. انتوا يا جنجة مواهيم برهان ده انتوا كنتوا محاصرينه بكم؟ مشيتوا له في البيت في القيادة العامة مشيتوا كم كان؟ عددكم كم؟ تسليحكم كان شنو؟ ها؟ تسليحكم كان شنو؟ أي نوع من السلاح ما كان عندكم؟ عددكم كان كم؟ ما عملتوا حاجة ولا خاف منكم. شنو يعني مسيرة؟ شنو يعني؟ شنو مسيرة والدنيا كلها بليناه وما عارف جرى، رغم اختلافي مع البرهان، رغم اختلافي معه، واختلافي معه ده حيظل مستمر لأن البرهان سبب البلاء والكفاءة اللي احنا فيها دي، رغم اختلافي معه. لكن البرهان ده أرجل منكم كلكم كده، قول لك عديل أنا بختلف مع دول لكن بديه حقه، أزول لك رجالك كده أرجل منكم كلكم كده والله أرجل منكم. ما صمت قاعد في القيادة دي فترة من الزمن، صمت قاعد في القيادة دي فترة من الزمن، مرق قنقر كده ها مشى ومدور دولته وديك حكومة ماشية. انت غايدك وين؟ شنو يعني مسيرات وشنو يعني ما اعرف منظومات وشنو ده كله كلام فارغ ساي يا زول، ما بتخوفونا بيه يا زول هاي واعملوا والله العظيم. ودي حاجه متوقع، انا واحد من الناس متوقع اي حاجه متوقع، مش الناس زي الليله ضربوا جبيت دي ومحاولاتهم تعالى بكره متوقعهم يضرب. ما هي الحرب كده، الحرب فيها شنو؟ التقالب فيها شنو؟ التقالب فيها نوم ولا فيها ما اصلا كده الحرب كده، الحرب دي كده. لكن انا على يقين تام انكم انتم مبلورين ومشروعكم فشل، ومشروعكم فشل وهسه بتستهدفوا المواطنين. الجهة اللي حاولت تستهدف البرهان الميليشيا، الميليشيا ما تجي تقول لي والله العظيم ما عارف كتاب شنو زي التأليف والإخراج والقصص الوهمية الشبعنا منها بتاع القحات اللي كان بيتسللوا فيه انهم محايدين، وحتى كتابهم ولا نشطائهم اللي كان عاملين فيها محايدين وبيميلوا لطرف الان اعلنوها صراحة، بقوا جنجة عديل كيزان جنجة. ديال الناس اللي كان زمان مصدعيننا وشابكيننا يا اخ والله العظيم ما عارف، ونحن ودايرين نجيب لكم وحرية سلام وعدالة، ما انا عارفكم كويس من زمان عارفكم، انتوا ما سوار ولا دفعتوا معانا تمن في الثورة دي ولا قدمت اي تضحية، متسلقين بعتوا الشهداء وبعتوا دم الشهداء واعتليتوا السلطة، ما عملتوا اي حاجة، قعادكم ده والله ما عملتوا اي حاجة، رجعتوا البلد دي مليار سنة ورا ولا يرتجى منكم اي نفع ولا اصلا بتقدموا اي حاجه، خونه عملاء قتلتوا الشعب وشردتوه ونزحتوه عشان ما تجي تشبكنا ما عارف شنو وهنا. فالموضوع بتاع موضوع البرهان ده الاستهداف من الميليشيا نفسها، طلع طبيز شابكنا لك ما عارف كتايب منو، طلص يا زول هوي طلص كتايب بتاع منو يا زول، كتايب بتاع منو؟ اذا انت تسموا المفحر السجاين تخلقوا حرب نفسيه لمنو؟ دايرين تشككوا في منو؟ مؤسسة اقسم بالله العظيم متماسكة، واي زول بقاتل الان تحت راية القوات المسلحة في الظرف ده لو بقى كوز لو بقى شيطان لو بقى ابليس ذاته ها؟ حبابه مرحب بهم، حبابه مرحب بهم. طيب المحاولة من الميليشيا، المحاولة الآن من الميليشيا محاولة يائسة بائسة وفشلت، وذاك البرهان ثابت ثابت رغم الطلس بتاعكم ده، وواحد قال لك سرعان ما فر مسرعا، وين يا زول؟ زول ده أرجل من أبوالك ذاته، زول ده أرجل من أبوالك ذاته، رأيك شنو؟ رغم اختلافنا معاه ده أرجل من أبوالك ذاته كويس؟ طيب انا ما في ده، انا في الاستهتار والاستهوال اللي بتعمل فيه اجهزتنا الامنيه، يعني الليله قائد عام القوات المسلحه وجاي يحضر تخريج زي ده، واكيد انت بتخط احتياطاتك واحترازاتك وعارف انه نازل الايام دي شغالين شغل بتاع مسيرات، وين اجهزتك بعد التشويش؟ وين الرادارات بتاعتك؟ وين وين وين؟ يعني منطقه دي تخليها كاشفه، معقوله؟ معقولة؟ معقولة أجهزة أمنية؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ فاللي بيتحمل المسؤولية في المحاولة دي الأجهزة الأمنية الموجودة هناك، ديل المفروض إقالة، إقالة شنو؟ إقالة والدروة، والله أقعب حاجة في الشيء الحاصل في السودان ده إنه ما في دروة، في تجار المفروض يمشوا الدروة، في ضباط المفروض يمشوا الدروة، تابعين للجهات تابعين للجيش تابعين للشرطة، المفروض طوال الدروة، الغلط بالدروة تقع قبل الفارق شفطة بتاع الطلقة. بلد دي داير تعالجها داير تظبطها داير تستعصل السرطان ده، شفت الناس اللي معاك من جوه تبدا تنظف، عشان ذاته لما يقعدوا يتونسوا فلان داك والله العظيم عمل كده وكده وكده وتعاقب، وهذا الناس بعد كده يعني بتعمل حسابه، لكن كله مجاملة بمجاملة، متعاون تجيبوا له الفرشة المعجون، عساكر يدوه يقول له خش خش، يقعد يخش أنا مسجون في الحتة الفلانية وأنا، ويرفع تمام العساكر ذاته اللي قاعدين معاه في نفس القسم. دي بلد تمشي عديل؟ عليك الله دي بلد تمشي عديل؟ جنجة محتجزين عديل معروفين جنجة، يدوم تلفونات كمان ما عارف، يجيبوا لهم فرش يجيبوا لهم معايون. يا اخي اليوم هذيك الناس دي قابضين، الناس دي اليوم هذيك قابضين اسمه شنو؟ قابضين متعاون في شندي، الزول قاج العمه بتاعته وماشي، انا قلت الزول داير يعتلي المنبر ولا شنو؟ الزول داير يعتلي المنبر ولا شنو؟ كمان لا في عمته، تخيل زول متواصل مع كيكل وداير يجيب الجلا والهوى للبلد دي، لا في عمته ماشي؟ معقولة؟ معقولة المواطن يقول لك قال يا اخي الزول ده دي بتجي؟ ففي استهتار حاصل وفي فوضى حاصلة، وفي هنا اللي بتحمل المسؤولية الكاملة الأجهزة الأمنية الموجودة هناك دي، أي تقصير المفروض يتحاسب طوالي رئيس اللجنة الأمنية الموجود هناك، يتحاسب طوالي قائد الفرقة ذاته في محاسبته، والله العظيم يمشي اي غيره بتاع جزانا من المخابرات ذاته، يمشي اي غيره بتاع الشرطه ذاته، يمشي اي غيره، بل يكون حاصل عديل ناس ذاته شفت الشغله تنزل في الجرايد وفي تلفزيون السودان. قامت معارف كده كده بمحاسبه كده كده تحت الماده كده كده، الباقي بيمشي عديل. لكن لحد الان احنا قاعدين نهزر متهمين عديل كده بيجيبوهم يعني ثابته فيهم. الجنجة بيغادر هناك بيجاسفوا حتى المواطنين بدقوه بعذبوهم وبصفوهم بحنكشنوا اتهامات باطله. بقول لهم انتوا متعاونين، يعني المواطن ذاته اللي قاعد في حتتهم ما سالم، انتوا جنجويت عديل قاعدين معاكم هناك ما فيهم زول داير يتخذ معاهم الاجراء ويتخذ معاهم الخطوات القانونيه. على العموم التقصير ده يتحمل مسؤوليته الاجهزه الامنيه هناك، وده شغل ما المفروض يمر مرور الكرام، ما المفروض يمر مرور الكرام، ناس راحوا ضحايا ديل حقهم ما يروح ساي، ده المفروض يحصل. طيب بالنسبه لموقف العمليات يا اخواننا الان في بشريات كويسه، في بشريات. اول حاجه بالنسبه لسنار فيما يتعلق بموضوع سنار الحاجه الكويسه انه الناس ديل كتروا 23 و23 ده طبعا دسم ودواء الجنجه، 23 دسم ودواء الجنجة، ففي كل الدفاعات شايف في 23 كتير. وانا قلت لكم في اسلحه في بشريات كثيره الان ظهرت نوع التسليح نوع جيد، القوات بكثافه موجوده. لكن الربيع يا سعاده الربيع واللي بيسمع الكلام ده يوديه للربيع، بالله عليك ادخل التاريخ وانقذ ما تبقى. انت والله ماشي على الهاويه، والله العظيم سمعتك هتبقى نفس سمعه اللواء احمد الطيب. يا اخواننا البوست اللايف ده وقع على الناس الشير، رجل موجود يشير 500 شير كده على السريع، 500 شير على السريع عشان نخش في الموضوع بتاع سنار ونمشي على موضوع الجزيره وموضوع احمد الطيب. الناس الشير 500 شير كده على السريع، الناس الشير الناس شير. طيب فالان انت قاعد توزع لنا في سلاح كويس جدا جدا. 23 ده ما حاجه سهله بالمناسبه، 23 يا اخوان. انا قلت لكم الجيش ده سبحان الله، بقول لك ما عارف قبض وحجز وبواخر، لا 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 في شغل جديد وصل. 23 ده جديد لن 23 ده والله جنجة اقسم بالله العظيم بعد كده الله اكبر عليكم، اقسم بالله مش سنار دي ها، والله الله اكبر عليكم وحياة الله، الله اكبر عليكم اقسم بالله. تعالوا تاني شابوا، تعالوا كابسوا، مش شابكين انا 23 ومناخير المعارف المصقع في السماء وشنو شنو. الان شفتوا جبنا لكم ال 23 الصحيح صحيح، بعد كده تشوفوا البل الما بعده بل. بس يا سعادة الربيع المطلوب منك الان جبل مويه، سرد لنا جبل مويه. جبل مويه الان تواجد الميليشيا ده بشكل خطر على النيل الابيض صراحه، عديل كده عم بقول لك بشكل خطر على النيل الابيض. سنجة انتهت ما خلوا فيها حاجه، الدندر ما خلوا فيها حاجه، السوكي ما خلوا فيها اي حاجه. انا ما اعرف قواتك الان القاعده حول المناطق دي منتظره شنو، يعني منتظر شنو؟ منتظرين الخريف الجاي ولا منتظرين شنو؟ ده ما انسب وقت للتحرك، نحن دايرينك تتحرك تسترد لنا المناطق دي فرطت فيها ومن الاول، دي غلطتك تسترد لنا هسه. وين ناس شويه كده ينزلوا ما عارف بوستات وما عارف الجيش داخل وين والجيش داخل وين، ده كله طلس يا اخوانا. الجيش ده لو داخل حتى اقسم بالله العظيم انا اول زول انزل لك هنا لسه. فده المطلوب منك، اشتغلت شغل بتاع تمشيط على خفيف، شغل كله دقائق كله كده ما تم ساعة ذاته كم 40 دقيقة. استلمت عدد من الجنجة، دمرت عدد من العربات وجيتوا راجعين. ليش شغلنا ما يتواصل؟ كده سؤال، ليش شغلنا ما يتواصل؟ ليه؟ ده المطلوب يا أخي. حرك الجيش ده خليه يمشي، هذا الجيش ده أقسموا ذاته، أقسموا الجيش ده كتير، هيئة عمليات احتياطي قوات عمل خاص جيش، الجيش ده كتير يا زول، الجيش ده كتير على سنار. تطلع الجيش خلي الجيش ده قاتل، الناس قال لك دارين نقاتل نحن، ماسكهم لشنو انت؟ ما انت كل مره شابك الناس والله العظيم البلد دي بيكم انت همك تحافظ على سنار ولا همك تنظف الجزيرة زي ما المهمة لو كلوا لك انت مهمتك الأساسية كان شنو؟ استدارة الجزيرة صح؟ هسه الآن بقيت كيف انك تحافظ على سنار وترجع المناطق الحولها؟ ده كلام؟ هل يعقل الكلام ده؟ طيب بالنسبة للجزيرة، في تدوين ماليش الليلة دونت بغالب هناك اتجاه الخيار والحتات دي والجماعة نايمين ما يتحركوا. انا ما اعرف الحاصل شنو. انا اساسا راسي ضرب وشطب داير نفهم محاور في الجزيرة نايمة ليه؟ عندك ناس المشتركة ديل دايرين يتحركوا. ناس المشتركة ديل ذات خاربتوا طبيعهم، كونوا ذات وتعليماتهم تكون ماشية بقيادة ضباط الجيش. ديل ذات أكبر كارثة وأكبر مصيبة. مش يعني أكبر كارثة إنهم يخالفوا، لا. المشتركة ديل المفروض تدوم محاور وتوجيهاتهم تكون في يدهم. محور الفلاني توجيهاتك في يدك. الأسلحة بتاعت المساندة دي كان الطيران الراجعة دي تكون معاهم يشتغلوا شغلهم يتقدموا. مشتركة ديل بالذات أنا الله العظيم نهائي ما دارت توجيهاتهم تكون في يد قائد فرقة ولا غيره يا زول. نازل برنامجهم تعرفهم أناس ثبات تحركوا مشوا كويس في الدندر تعليمات طق أرجعوا. في الجزيرة بهناك تعليمات طق أرجعوا. وده شنو؟ تستهبلوا انتوا ولا شنو؟ ما تخلوا الناس يشتغلوا شغلهم زي ما بالنا الجنجة ديل حول الفاشر هنا خلوهم يبلوا الجنجة ديل هنا يتموا ليلة القصة بتاعت الجزيرة دي. طيب بالنسبة للجزيرة والحصل في الجزيرة، في لجنة تشكلت وفي تحقيق مدور الآن مع قائد الفرقة الأولى الخاين، وده طبعا ثبت انه خاين، ثبت عديل انه خاين، لبس التهمة خاين سيطرة قالت الزول ده نحن ما اديناه توجيهات. السيطرة قالت الزول ده نحن ما اديناه توجيهات. رايك شنو يا اصلي؟ والله قال نحن الزول ده ما اديناه توجيهات انه ينسحب. ركبوا له في راسه براو هو قائد الاستخبارات وقائد ثاني بتاعه وعدد من الضباط 11 ضابط. اداكم توجيهات بالانسحاب منه؟ الفترة دي كلها نازل قاعدين نخصهم هسه بس قال لهم نحن ما اديناكم توجيهات بالانسحاب. جبتوا الكلام ده من وين؟ انت اللي بتقول لا 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 احمد الطيب رقبنا يا زلمه، احمد الطيب رقبنا، احمد الطيب ما مسموح له يلبس علامات ذاته. رايك شنو؟ ما مسموح له ولا يلبس علامات ذاته، شنو رقوه ما رقوه؟ ده توقف موقوف الان موقوف، والمفروض طوال يمشي الدروه. احمد الطيب ده المفروض يمشي الدروه، والله احمد الطيب ذات الدروه دي ذاتها كثيره عليه. هو الناس اللي معاه ضابط الاستخبارات اللي معاه ذاته اكبر طابور، ضابط الاستخبارات. في حاجات كثيره قتلوه، في تقارير كثيره اترفعت ابي يوديها قدام عشان تعرف انه البلد دي اخواننا وسخانه كيف، والجيش ده بقاتل في ظروف زي شنو. حبابك يا ام محمد سعيده، حبابك وام سعيده، حبابك عشان تعرف انه الجيش ده بقاتل في ظروف زي شنو. بس غايت فرقه بس طوالي صحه كده نهارا جهارا من الصباح لبس بوته وظبط اموره وجهز عربيته وجهز هنا ادى توجيهات للناس قال لهم انسحبوا. خلى منه؟ خلى لك شعبي كامل الان. الاغتصابات دي كلها الوقعت دي مسؤوليته، النهب اللي حصل ده كله مسؤوليته، الان الاحتلال اللي حصل في الجزيره ده كله مسؤوليته، كل مسؤولية الراجل ده. ما تقدر تقول لي والله العظيم السيطرة قامت منك. ودي رسالة وانذار لبقية قيادة الفرق سامي الطيب والربيع، السيطرة دي لو بدوك توجيهات بديها اقسم بالله العظيم لو الشعر تكتم بقوه منك، بخلوك انت، بخلوك في العراء والناس بتردمك عشان تشتغل شغلك يا زول. ابقى زي معاوية ده خالف لهم واصر على انك تشتغل. معاوية ده في بداية الأحداث ما خالفها لهم، قال لهم انسحب لنا من بابنوس نازل نجمع عندكم طيران، قال لهم شوفوا شغلتكم، فالآن التحقيقات بدأت ونحن بنتابع عن كسب. والله في ضابط محترم جدا جدا بنعرفه حق المعرفة، الزول ده المعلومة اللي وصلتني والمؤكد انه الزول ده انجرم في التحقيق الآن خامشوه عن يسأل من ضمن الضباط اللي وجهوا لهم اتهام مباشر انهم متآمرين في الموضوع بتاع مدني ده. يعني عشان انا بعرف دول كويس جدا جدا، لكن ما عارف الحاجة اللي حصلت ورا شنو ولا هو فهموا شنو. على العموم احنا منتظرين وبنراقب عن كسب. طيب بالنسبة للموقف العملياتي بحري ما شاء الله تبارك الله، الشغل ممتاز ممتاز يا ناس بحري، بس شدوا الهمة شوية ونظفوا لنا ما تبقى من الجنجدل. شايف الناس دخلوا فزع وجابوا فزع من وين من وين، لكن ديل لو انتوا نايمين ما بصحوكم، خلوا قوموكم من دفاعاتكم دي. لو نايمين ما بصحوكم، خلوا قوموكم من دفاعاتكم دي. واحد اسمه محمد جبارة بقول له ما عارف وتساعديه ولا منو، شايف الايام دي شغال تجنيد وقاعد يلملم في اولاد الحاج يوسف والجماعه دي يجيهم، لكن جبتهم لجغمهم يعني. الطاحونه بتاعت بحري ترحب بهم، والله تتبلوا لهم تقولوا ما دايرين. بسم الله العظيم هم الجنجة الاصليين بمضاداتهم وبكثافه نيرانهم ما قدروا يقوموا الدفاعات دي. انت جايبك لا داير تقوم دفاعات بحري دي، فطرت انت يا جنجة فطرت داير تشارك مع ناس كتبت الموت و واولاد ياسر شفات هذيل. ده التخصص يا معلم، ده ذاتهم ما بعرفوا ينوموا كده من غير ما يجغموا جنجاوي. طيب بحري كبحري الامور تمام، فقط قلنا يا اخي التوجيهات بتاعت التوسع والعمليات الارضيه والاستحواذ على الاراضي ونشر القناصات والكلام ده، في اهداف بيتم اختيار بالمسيرات وبالقصف المدفع، بالاضافه للعمليات النوعيه. عندك جنوب الخرطوم كذلك نفس الشيء، برضه جنوب الخرطوم الايام دي شايفهم وقفوا شويه يعني، ناموا مع النوم بتاع المحاولات بتاعت الجنجة. الجنجة اكتفوا بانهم يثبتوا هناك ويكونوا قاعدين في مواقعهم المعروفه ومعلومه لدينا، ما في تحرك. آخر 4 مواقع شالوها منهم تاني ما تحركوا ولا حاولوا يعملوا أي حركة بحركتين ولا حاولوا يفرفروا، لكن الموضوع ده مريب يا ناس جنوب الخرطوم. اشتغلوا لسه، انتوا لسه فضل لكم كتير. وأطمنكم أقسم بالله العظيم الجنجة اللي قاعدين هناك جنوب الخرطوم ديل طال الصاي، كلهم فزع ما عندهم حاجة. هذا القوات الأساسية بتاعتهم جزء منها ودوا الجزيرة وجزء منها ديل كلهم قاعدين ساكت. ديل قفلة يا معلم، ما عندهم اي حاجه والله، لا بكاتلوا ولا بقدروا بكاتلوا. ده انسى وقت انكم تتحركوا وتتلحوا العشيه بدل شنو؟ النومه دي ما عودتونا انكم تنوموا يا ناس جنوب الخرطوم، ما عودتونا انكم تنوموا. تحركوا يا تحركوا، كله في عده فيه وقناصات فيه وشغل فيه، شفنا تفاصيل كده كتيره جدا جدا. تحركوا يا تحركوا، اشتغلوا لنا يا اخواننا، لسه فاضل لكم المدينه الرياضيه ولسه فاضل لكم الحتات دي، اتحركوا لنا ده داير النمو. طيب غرب ام درمان في شغل، غرب ام درمان تامي، لكن ده مش الشغل اللي بريحنا بس الجهاز يا اخي. ما تستلموا الشغل ده والله العظيم، والله اشتغلوا غرب ام درمان دي يشتغلوها، والله معاكم الابطال بتاعين العاشره ديل. نحن والله ناس الجيش ديل يعني ما داير اقول لك هم بيشتغلوا اي حاجه، لكن التوجيهات يا اخي توجيهات مكتفاهم يا اخي. انت عارف الناس ديل طبعا بيحبوا العسكريه حب شديد يعني، شغل دي عندهم مسمار من فوق، قالوا ما تحركوا اقعدوا بيقعدوا، لكن برضه يا القشامه اللي هناك عشان ده فيكم تتحركوا والله العظيم تموا الشغل ده. حيعملوا لكم شنو يعني؟ نظفوا عندكم غرب ام درمان دي، نظفوها عندكم. مبدات دي ما فضل فيها حاجه، فضل القليل في مبدات دي. اتحركوا عشان ترفعوا لنا بقيه التمام. دايرين البروج يدقوا، دايرين المزيكا تعزف هناك يا اخواننا، ام درمان خاليه، دايرين نشوف الكاميرات دي متجوله، دايرين الاستطلاعات ذات الراي، دايرين يقولوا يا اخي ام درمان دي ما فيها ولا جنجايه واحد. الكلام ده صعب، ما صعب والله، بيبقوا اقسم بالله العظيم بيبقى والله اذا شديتوا الهمه واشتغلتوا. انا عارف الشغله دي منكم والله من كباركم، لكن شنو برضو اشتغلوا شغلكم يا اشتغلوا شغلكم. لا معلش سعادتك، اي والله شايفين لكن الشغله طولت والله. جنجل هناك ده والله ما فضل منه من اللي اسمه، اقسم بالله العظيم. اشتغلوا عشان تنظفوا لنا ام درمان وبحري دي، دايرين نفرح بهم درمان وبحري دي يا اخي. داير الناس ترجع يا زلمه. طيب عندك وسط، ما في حاجه في الوسط كده، بيقولوا على شغل بتاع مسيرات على خفيف، ما في حاجه. طيب بالنسبه للفاشر، فاشر السلطان، الفاشر شنب الاسد، الفاشر اللخبطت حسابات الجنجة. بالله بشوف الجنجة دي بداية الاحداث، وبشوف مشاطاتهم وبشوف ابواقهم شغالين هو 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 دقهم تقيل، ما عارف شنو وما بنعرف مواطن وما بنعرف شنو. اللي بشوفهم بشوف حال قواتهم الان، والله ما بقول ديل الناس في البداية، ما عشان تعرف انه الجنجة ديل حرب اعلام ساي، اعلام ساقط الجنجة، الاعلام نازل بس شفت لسان 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 لسان، لكن بالله كده ما اقدر اعمل اي حاجه، كذابين. شاب كنا انا ما عارف ان احنا في الجيل، ان احنا ما عارف في الوحده، ان احنا ما عارف حنخش، وان احنا ما عارف من جوا. يا اخواننا سواقه ما بتنفع، مشتركه دي عرستكم عرس عديل، اقسم بالله العظيم عرس عديل، عرس ده عرس، ده عرس يا جنجة، ده عرس، الدخلة كانت على يعقوب شيبان بتاعكم، على يعقوب نظفوا بيه حي السلام ده، قال أنا جاي وما عارف حنظف الفاشر ده، وزول اترفع تماما، وبعده 56 قايد من قياداتكم الخلدل تم جرمه. البنجوز قاعد هناك وبرسل في الجماعة ومتحركات الجنجة دي. أنا اقتنعت ووصلت لقناعه، الناس زيل سكرتهم تحكم، بجي بقول لك قال والله العظيم نحن الى المنطقه الفلانيه متحركين، عندهم تصوير كده وعندهم فيديو كده، يجيبوا لك نفس الناس زيل يقول لك المتحرك ده متوجه لبورسودان، المتحرك ده متوجه للفاجر، المتحرك ده. اقسم بالله المتحركات الوداع البنجوز دي كان المتحركات دي حقيقيه، كان السودان ده زمان الجنيه استلموا، لكن ده كلها سواقه بالخلا. 22 عربية فيها ثنائيات، فيها 14 يجوا بس الجماعة يقول لك قال والله العظيم هناي، يقول لك والله الناس زي ما عارف ودعنا المتحرك ده لبورسودان، المتحرك ده ودعناه ما عارف لبابنوسة. انت القوة اللي كانت في بابنوسة قسمتها، وقسمتها ناس على رجبين، ده مش كان قاعد في بابنوسة، قسمته جبته وديته الفاشر عشان يسد لك النقص اللي هناك ده، تيجي تقول لي قال انا وديت قوه لبابنوسه، تيجي تقول لي قال انا وديت قوه لبابنوسه لاسم شنو؟ لبورسودان. قوه لبورسودان توديها وين؟ قوه لبورسودان توديها وين؟ كده كده السؤال ده. انا نازلك يا جنجه، فنازل يا اخواننا انا الحاجه اتاكدت منها، نازل تخصص حرب نفسية، الناس دي تخصص حرب نفسية والله العظيم. والله تشوف بس شفت حرب نفسية، ما عندهم أي حاجة، داكو فضل ودرجبين قنع من بابنوسة، ودوه معاه جزء كبير جدا جدا من الفلنجايات اللي انضموا للميليشيا دي، بالمقابل جزء منهم عارفين من مناطق من وين، من الزبد ومن وين ومن الدبيبات ومن الحمادي ومن وين انضموا للميليشيا دي وصفوا معاه، والجزء منهم قسموه الدو الفاشر. انت لو عندك مقدرة انك تسير متحرك من الجنينة ولا من نيالة لبورتسودان، مش الاولى انك تنجد موضوع الفاشر الان اللي انت بقيت فيه شبه محاصر ده، ولا انت تسوقه منه؟ انت سوقونا احنا؟ ينجح شوف لكم شغله اقضاء. واقسم بالله العظيم الفاجر دي قلبت موازينكم ورجعتكم للصفر، وما شادينكم الا الاعلام بتاع القحاطه ده، هو شاديكم لكن ما عندكم اي حاجه، وحتشوفوا البله الصحيح وحتشوفوا الناس ديل حيحفروكم، يحفروا لكم بوين. هسه ما قاعدين بيحفروا صايب الصحراء دي، كده ما كلها في قبضتهم. عندك شنو في الصحراء؟ في وادي انبار عندك شنو ينجح؟ وادي الهور بيغاد عندك شنو؟ اذا سؤالي عندك شنو؟ عندك شنو؟ حتى الضعان ذاته شوف المشتركة قوتهم قاعدة وين. هسه الناس لو ادوهم توجيهات كده قال لهم عادي بيمشوا. تيجي تقول لك انا الحصر الفاشل هنا. هو ناسك اللي هنا دي الرجعة ذاتها. تاني اللي كان يسلكوا طرق معينة وفي الطرق اللي حيسلكوها دي برضه عندهم عندنا فيها الرأي. تستهبل انت علمنا يا جنجل. فما عندك حاجة ما تركز. ما تركزوا مع الناس دي يا اخوان، الناس دي الفلنجايات كذابين ما عندهم اي حاجه. ما عندهم اي حاجه، الموضوع بتاع المشتركه ده غرب الحسابات مفلتره ولسه قاعدين اقول لك قال والله العظيم احنا ما عندنا قصد مع المشتركه، انت زول تتكلم مع منو؟ تتكلم مع منو المشتركه دي تفتكر كلامك انت كجنجاوي بيسمعوه ولا بخش اضانهم اساسا؟ انت عارف الناس دي فيهم ناس جو من خارج السودان جو ينضموا، الشغلة دي يا اخواننا حرب وجودية، نكون او لا نكون دي العقيدة ذاته. زول كان متنعم برا اموره تمام، عشان يجيب حقه ويحافظ على منطقته، خلى النعم ده كله نزل والان قاعد يقاتل، ده الناس بينقدروا لك هجينجة؟ تستهبل انت ولا شنو؟ ده غير المعلمين اللي اصلا طربوروا من 2003. انت جاي الليلة يا اخي ما قادر تمشي في الغلطة، تيجي تقول لي قادر تقاتل طربورو ديل، تقعد تمثل لي بعرباتك انت ذاتك تعمل لا ما اعرف لو حد عيال تقول قال يا اخي دي بتاعت المشتركة وما عارف قول هناي خلاص يا زول انت المشتركة دي في معركة مواجهة اقسم بالله المشتركة دي مواجهة كده بس ساعات ما بتقدر تواجهها وقاعد تنسحب وقاعد تجري ما قاعد تثبت يا اخي المشتركة دي الطوف بتاعهم بيشتبك معاكم انتوا اكتر من 60 ولا 70 عربي عربيتين بس مشتبكين معاكم اكتر من ساعتين عربيتين وانتوا اكتر منكم 60 عربية تلبي تقاتلوا لك وما تقاتلوا لك فموضوعك استحمى شطارتك في المدنيين قاعد تستهدف المدنيين غير المدنيين ما عملت اي حاجه ولا بتعمل اي حاجه فالفاشر دي موضوع انتهى جنجة انا بقول لكم عادي المشتركه دي اقسم بالله العظيم ولا منها اي خوف الناس تطمن خالص المشتركه ذاتهم قال لك طموحهم الفاشر ده خليه عندهم عين في الزرق وعين في الضعين وعين في وين وبقيه الجنجة الان اللي بيقف في وضعية الحصار ديل وتشوف البل بعد كده يا جنجة لحد هنا اخواننا ونقيف والان نلتقي غدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الناس ما تنسى الشير قبل ما تطلع وبكره ان شاء الله حنلتقي وناس تصبر يا اخواننا وتصمد اهم حاجة خفة الراس ما دايرنا اصمد بس اهرب سمعت اي خبر رحب يا ما دقت على الراس طبول ده طلس يا زول جنجة دي عبارة عن طلس سواقة بالخلا بس السلام عليكم ورحمة الله تعالى